إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عندي هنا تاهو 2014، الرجال مغير حساس ضغط الزيت مرتين، عنده ضغط الزيت نازل، مغير حساس ضغط الزيت مرتين. الرجال ما يشتكي من أي صوت طقطقة أو تكتكة، ولكنه ضغط الزيت سواء السيارة حارة باردة دائما نازل. ومعروف إذا كان فعلا ميكانيكيا ضغط الزيت النازل راح تسمعون صوت طقطقة أو تكتكة، لأن الزيت ما يسمح أو ما يوصل بشكل مطلوب، أو الضغط ممكن يكون ضعيف. طبعا حين يكون في مشاكل في هذه الموديلات 2007-14 دائما مشاكل انخفاض ضغط الزيت، بعضها نحل جلدة الشغال، بعضها حلها بتربة الزيت وجلدة الشغال، بعضها حلها مع المنظم البلف اللي داخل غرتير، بعضهم حلها عن طريق له تغيير فلتر أو سيفون، بعضها حلها عن طريق له تغيير الشريحة أو حساس ضغط الزيت، وبعضهم للأسف حتى غيرت عمود التيمن والجيلب التيمن ونفس المشكلة. بعضهم للأسف وضب توظيف بالكامل وما نحلت إلا برفع لزوجة 2050. طبعا في اختلاف لما الزيت عندك ضغط الزيت ينخفض أو يكون ضغط الزيت عالي وينخفض بعد مشوار، هذا دائما يكون لزوجة الزيت أو المجاري، أو ضغط الزيت يكون ضعيف بسبب المشكلة الميكانيكية، يا أما تهريب في المجاري أو تهريب في أحد جلب التيمن أو عمود التيمن أو ترمبة الزيت أو أين كان. أحيانا يكون مشكلة كهربائية، ودائما يكون أحيانا سببها شريحة الزيت البلاط اللي هنا، طبعا له سبق أنه بيفك الثلاجة وغيره حساس مرتين جديد، وباقي معطيني الكود اللي بيه 0521 أعتقد، يقول أنه أداء ضغط الزيت ضعيف، تضع رسالة يجب تغيير زيت المحرك. لكن إيش الإشكالية؟ ضعف كهربائي، وأتوقع أن المشكلة ممكن تكون من الشريحة بسبب اللو الترسبات، لأنه حساس ضغط الزيت اللي يجي خلف الشريحة جاي يأخذ الضغط عن طريق الشريحة اللي هنا فيها مجرى، لاحظوا فيها مجرى ويروح لحساس ضغط الزيت، فحين يكون من سبب ترسبات الزيت ما يوصل الضغط صح فبيعطي قراءة غلط. طبعا أنا فاحص كمبيوتر، طبعا لاحظوا عندي هنا الكود بي 0521 حساس ضغط الزيت أداء ضعيف أو في مشكلة في الأداء، الرجال مغير حساسين جديدة الآن اللي فيه جديد وهذا السابق جديد، ولا حاله شغل السيارة ولا فيها صوت أي طقطقة أو تكتكة. لاحظوا الآن ما في أي صوت طقطقة أو تكتكة، لاحظوا يدوب يتحرك ولا عندي أي مسفاير أو تكتكة، السيارة صافية، ولكن يبدو لي المشكلة كهربائية. لاحظوا المحرك عندنا، طبعا لما يكون في ضعف في انتشار ضغط الزيت، مثلا نقول والله انسدد الشغال او ضعف طرمبة الزيت، كان دائما تلاقون تسمعون صوت طقطقة في البداية. ليش؟ لان الزيت ما يطلع بشكل سريع لأعلى المحرك، ولكن هنا التزييت موجود، لكن المشكلة في قراءة الحساس انه يجي زيت ضعيف. فالآن انا بفك الثلاجة وبفك الشريحة وبتأكد انه ما يكون فيها ترسبات، لما يكون فيه ترسبات راح تقفل مجاري الزيت في الشريحة وما تعطي القراءة صح. السيارة ما فيها مشاكل كهربائية ميكانيكية، طبعا لمت الماكينة عشان حساس ضغط الزيت. طبعا راح اول شيء فك المسامير حق الضفيرة، أيضا القاعدة هذه العلوية، فك الماسورة حقت البنزين، فك الهوزات الإيفاب بلف التبخير، بدي راح أفك المسامير الجانبية. طبعا للعلم عشان يكون للتوضيح، لاحظوا فيه الهواية أو الغطاء الخلفي حق الثلاجة ما هو موجود، العازل اللي هنا لاحظوا صار عند الحساس مباشرة واضح، ولا أعلم إيش الهدف. طبعا لفك الثلاجة
راح يقول غير حساس وغير فك الثلاجة. راح فك الثلاجة في طريقة برضه حتى فك وتغيير الحساس بدون فك الثلاجة. على العموم اللي غير الحساس ورجع الثلاجة ما أدري إيش الهدف، ما رجع الغطاء الخلفي حق الثلاجة. فكيت السمار حق الضفير اللي هنا، الصامير اللي هنا هذه هي، فكيت السلاك البخاخات أو ضفيرة البخاخات. لاحظوا هذا 1 2 3 4. أنا بس أفك المصامير اللي هنا، عفوا هنا 1 2 3 4، في 1 في الخلف. لاحظوا اللي في الخلف، هو إذا فك اللي الخلف انتهى. فكينا جميع المصامير من جهة اليسار، الآن خلاص يبقى كل شغلنا في جهة اليمين اللي هو يعتبر بنك 1 هنا بنك 2. تم فك ضفيرة البخاخات من جهة البنك 1، فك ماسورة البنزين، ليات التبخير، هوز التبخير، هوز الإيفاب، هوز الباكم الفرامل، فك جميع المصامير. الآن فقط بس طبعا حتى الموجب حق البطارية، اللي يفترض أني فكيت الموجب عشان ما يصير فيه التماس، لكن أنا فكيت الموجب وحطيته هنا في مكان العزل عشان ما يصير فيه التماس، ولكن الأفضل أنك تفصل البطارية عشان ما يصير فيه أي شورت لو قدر الله. العموم الآن نشيل الثلاجة مع البوابة ونطلعها برا بعد ما نرفع الضفيرة بهذا الشكل. طبعا هذا برضه حساس هو ضغط الثلاجة، تم فكه. لا بس نرفع الثلاجة ونطلعها برا. فهذه عندنا الثلاجة بكبرها وبعمرها بشحمها ولحمها. وهذه عندي البلاطة الآن، وراح الآن أوريكم الآن مجرى الزيت. هذه الثلاجة هذا الوجه حقها، بصراحة يفترض وأنا لا أعلم شكليا عن الوجه، لكن إذا فك مرة مرتين طبعا لاحظ الترسبات أو الترسبات اللي في الثلاجة، هذا دليل وما خفي أعظم. شوف ترسبات الزيت اللي موجودة في الثلاجة متشحم. على العموم هذا عندي أنا الثلاجة، هذه البوابة مبين عليها ما شاء الله مدمورة، وراح أوريك الآن بالخط ضغط الزيت. طبعا أمس جاني يوكن كان فيه التماس في الضفير وكان عنده مشاكل، أيضا نفس المشكلة ونفس الأشياء تتكرر. لاحظوا عندي هنا الضفيرة هذه جالسة تلامس ما بين الماسورتين، أنا ما أدري إيش الهدف. طبعا الماسورة هذه ضغطة قد صار فيها ضغط أو فك الله أعلم، أو أنه راعيها بعدها عن التركسون اللي هنا ولكن خلاها بشكل ضاغط على الضفيرة هذه. والآن بحاول بقدر الإمكان أني أعدل الماسورة هذه أو أوسع بينها. تم تحريرها، طبعا عندي هذا حساس ضغط الزيت، وهذا عندي حساس أو فيشة الشريحة، ولكن لا تعليق. لاحظوا المجرى كل غرفة الاحتراق فيه ترسبات. بنشوف الحين الآن المهم عندنا ما تحت البلاطة، لأنه ما تحت البلاطة لأن هذا يعتبر حق البخار وغرفة الاحتراق. اللي يهمنا الآن مجاري الزيت أو داخل الزيت. طبعا لاحظوا مجرى الزيت رايح وين، يمشي من هنا رايح بهذا الشكل الى حساس ضغط الزيت، فياخذ القراءة من هنا. فلما هذا يكون فيها ترسبات وما يمشي صح الزيت او الضغط يكون فيه مشكلة فينا، فما راح يعطي نسبة او ضغط للزيت، راح يكون فيه ضعف،
فبنشوف الان نفك الشريحه بعد ما نفك الحساسات ولا المسمار هذه المسامير كلها رقم 13 البلاطه هذه نفكها ونشوف. لا تعليق شحوم ترسبات شكل مفزع. كمية الترسبات مرة خلاص صار. طبعا لاحظ الشريحة عندي هنا متفحلة ما تعرف خلاص أمر إليها. هاي كله لازم تشحن زيوت. طبعا مجرى الزيت يجي من هنا من الفتحة هذه في مجرى يطلع من هنا للضغط الزيت. لاحظوا هذا حساس ضغط الزيت عبارة يمر من هنا في قيس الضغط. فلما يكون هذا متسخ طبعا فيه فلتر راح أفك برضو الآن حساس الضغط وأوريكم بالفلتر اللي فيها. أو ممكن يكون العكس الزيت يجي من هنا الضغط ويمر عن طريق الحساس والشريحة ويمر عن طريق اللي هو الصمامات. على العموم إنه الزيت الشريحة هذه يمر منها له الزيت عشان نظام اللي هو الأربعة سلندل وثمانية سلندل. نفك الحساس ضغط الزيت هذا الحساس جديد. أنا أجزم كل الجزم أن اللي غير حساس ضغط الزيت ما نظف الفلتر. بالله شوف الفلتر كيف بالله بيطلع منه الزيت وهو أساسا مقفل. عشان كذا يجي الضغط ضعيف لأن الزيت ما يمر صح. لاحظ الترسبات المفروض يكون شبك نظيف. والمفترض انه حتى الفلتر هذا ما رجعي لانه يحجم اي نعم ينقي الشوائب لكنه يضعف برضه من ضغط الزيت يضعف من ضغط الزيت لان الحساس يقرا عباره عن طريق الفتحه هذه. فايضا برضه لو توسخت الفتحه هذه بيصير برضه ضعف ضغط الزيت. برش مره ومرتين وثلاث إلين ما نخلي الشريحة بعون الله تكون نظيفة بالكامل. إي نعم هي المفروض ما تكون شكليا أهم شيء أداء. طبعا أداء الشريحة ما فيها أي مشاكل فقط عند الحساس. شوف تنظف الآن الجزء العلوي ولكن باقي السفلي شوف من كثرة الترسبات بدأ يفتح معنا. ولكن بس بخليها تبلل شوي وراح عندي هنا حدود 12 علبة أو 6 علب راح بعون الله أحاول إني أرش. ولاحظ اساسا مجرد ما شاء الله ما رش تحس الترسبات. لاحظوا تمشي يا سيدلكم ممتاز صراحه. لاحظوا الاوساخ جالسه تتحرر تلقائيا. فراح احاول مره ومرتين وثلاثه واربع لين بعون الله تكون عندي الشريحه بعون الله بالكامل. حتى المجرى حق الحساس بعون الله بسوي له تنظيف. طبعا عالجنا المشكلة نظفنا وطلعت نفس الوكالة 100%. لكنه للأسف تأثرت الوجه بسبب الاسدلكم. فراح الآن نشيل جميع الوجه هذا وراح أحط عليه سيليكون أصلي حق تايوتا بعون الله وأخليها لين تمسك وراح نشغلها ان شاء الله بعد العصر اصلي بعون الله. او بجيب ورا او سيليكون حق الوجيه اللي يخص حرارة المحرك والمحرك اللي يكون يتحمل حرارة وضغط الزيت لان هذه كلها عشان يمنع تهريب الزيت. فاحنا حلينا مشكلة الشريحة لكن للأسف الوجه راح فيها. وحتى لو اخذنا وجه جديد راح يجي بس فقط الجانبي لكن للاسف حق الشريحه ما يجي لها. وفي طريقه ثانيه ان نقفل حق الشريحه نلغي البرمجه حقتها
والريح راسا من الربع سلندر. عن نفسي انا برضو ملغيها، ولكن برضو راح نحط عليها ان شاء الله سيليكون عشان ما يكون في تهريب ضغط الزيت. طبعا لاحظوا كميه الاوساخ، هذا بس الان اللي في الشريحه. طب تخيلوا الان اللي في غطا البلوف في اجزاء المحرك اللي في الكارتير، ما خفي كان اعظم. هذا التنظيف الان النهائي، تنظيف النهائي مع البنزين بعد الاسيد الكل، تنظيف بالهواء. هذا بس راح نجيب لنا سيليكون فوارة وجيه اصلي يتحمل ضغط الحراره. وهذا عندي برضه الصفايه ما شاء الله تبارك الله بعد التنظيف. لاحظوا ننظف الحساس الهواء او حساس الارمس، لاحظوا الاوساخ اللي فيه. هذا الحين قبل، طبعا هذا من الخارج وهذا من الداخل، وهذا الحساس بعد التنظيف. طبعا هذا البوابة للأسف تحتاج تنظيف، راح نطرحها هنا. هذا عندي ثلاجة بعد ما فكيت الوجيه، طبعا هذا الوجه هنا راح الان رش مرة مرتين وثلاث، اخذت كرتون كامل ست علب لازيد لكم عشان اشيل الترسبات اللي موجودة في الثلاجة. بدلنا البوابة، ثلاجة، علبة واحدة يمين واحدة يسار بالكامل. انا راح احط السيليكون بدل غرض الوجيه او بدل الوجيه لانه ما حصلت، بس فتحت الشريحة منها موجودة. راح احط السيليكون من اسفل ومن اعلى، ايضا هنا من اعلى وبعون الله. طبعا الغرض حق تويوتا اصلي ويتحمل الحرارة العالية. طبعا مسحت المجاري او الاطراف، مسحت القاعدة هنا حقت الشريحة حق الصمامات بالبنزين عشان يكون ناشف، لما احط السيليكون يصير فيه جفاف عشان يمسك مع التطبيق. اساسا انتم اللي تلاحظوا الان هنا الوجه القديم، لاحظوا هنا فيه تهريب، يعني لاحظوا محل الترسبات، يعني الوجه ما كان جاي كامل، جاي كان فيه ثغرات ويدخل الزيت من الوجه، كان هنا ما هو مضبوط. انا الان يهمني الاطار الخارجي، وراح احط ان شاء الله سيليكون اصلي بعون الله يكون أفضل من وجهه. كذا بعون الله جاهزة للتركيب، بعون الله، بعون الله جاهزة للتركيب. كمية الزيت الأول كله من الثلاجة فقط، من أو عفوا من الشريحة نفسها فقط بس. أنا حطيت هنا عندي خمس علب أو ست علب بالكامل، ست علب بالكامل. لاحظ الزيت اللي عندي هنا، ولكن بيكون اوضح هنا. راح الان طبعا جوتها كلها الان فيها زي الكميه كل السائل الان جوا، باخذها يمين ويسار وارجها مرتين ثلاثة اربع، وراح ارمي الزيت هنا او اللي اسدلكه هنا، بعدها راح ان شاء الله اغسلها بنزين. لاحظوا الكميه اللي يطلع منها الزيت، كميه ما هي بسيطه. لاحظوا زيت محرك هذا، مو زيت، مو اسدلكه هذا، وباقي ما طلع بالكامل. هذا بس الان بدون اي صنفر، لانه ما تستحيل اصنفرها لانه محلها مكان ضيق، لكن على الاقل شيء لو 50% نطلع من كميه الزيت اللي هنا. هذا الان البوابه او الثلاجه ما شاء الله تبارك الله من الداخل، لاحظوا تلق بعون الله. الان ركبنا الوجيه، نطبق ان شاء الله. طبعا هذا عندي الان البوابه بعد التنظيف. طبعا ركبنا فيش الثلاجه او الشريحه، وما راح اركب الحساس، انا راح اركب الثلاجه الان وبعدين راح اشغل بدون ما اركب الحساس عشان اعطي تيست. ليش؟ عشان عمليه اختبار لظهور الزيت او طلوع الزيت، اختبار ظهور الزيت فقط، تشغيله وقفل، خلي الزيت يطلع مو مشكلة، أهم شيء بس يكون مجرى الزيت حق الحساس يكون فيه ضغط. طبعا برضه حتى مكان الحساس هذا
تقدر تختبر فيها ضغط الزيت ميكانيكيا عن طريق الساعة. لكن في السيارات الأمريكية فيها الآن عندنا اللي هو القراءة عن طريق الكمبيوتر، ولكن ميكانيكيا تقدر تحصل الساعة مكان حساس الضغط. ركبنا لي الباكم، ركبنا المسامير، الثلاجة، جميعها، ركبنا سلك البخاخات جميعها، خوز الإيفاب، سلك الإيفاب، سلك البطارية أو الدينامو، سلك الدينامو، الموجب، الهوزات، ترمبة البنزين أو اللي يربط البنزين مع القفلة، تثبيت الضفيرة، قاعدة، أيضا جهة اليسار، بعون الله تم تركيب جميع المسامير كلياتها، فياش البخاخات. الآن جاهز، بس نعطي تيست أو نسوي برمجة للبوابة ونشغل. شغل الآن بدون حساسة ضغط الزيت عشان اختبار للزيت، اختبار للزيت عشان يطلع، أو إذا في وصاخ تطلع عادي، حل توسخ المحرك ما عندك مشكلة فيه، بس دق كده يطلع الزيت وقفل. بعدها ركب الحساس وغسل مكان التهريب أو مكان الزيت. ندرمج البوابة وراح نختار الكنترول المحرك، خيار ما قبل الأخير. عندي هنا طبعا كلها تدري الغرض، عندي هنا الخيار الأخير، نعملها للارن. لاحظ هنا تمت البرمجة. الآن بسوي فحص ومسح بعدين الأكواد جميعها عشان نشيل حساسة الضغط الزيت. الآن نسويها عملية اللون كليب، طبعا برضه راح يطلع الكود مرة ثانية لما اشغل الحساس مفصول، الحساس مفصول، لكن ما هو مشكلة. لاحظ الزيت، خليه يطلع ما عندي اي مشكلة. طبعا لاحظ الزيت ما شاء الله تبارك الله. الان بس نركب الحساس او الفلتر ثم الحساس، وبعدها راح نغسل الفيش ونغسل حول المحرك ونركب الحساس. هذا الفيش، ركبنا الحساس، الآن بس نغسل الفيش بالبنزين ونغسل أجزاء أو ما حول. تم تركيب الحساس، الآن إن شاء الله مسحنا الأكواد. الآن شغل نجرب لعل وعسى. يا الله يا كريم، طفي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. أول ما كان يوصل بهذا الشكل، ولكن ارتفع بهذا الشكل، ولكن ارتفع بهذا الشكل. الحمد لله رب العالمين. هذا بس الآن الترصبات اللي في الثلاجة والبلف الحساس الضغط، فما بالكم الآن اللي في الماكينة ومجرى الماكينة والشخال، الترصبات اللي فيه أول ما كان يتعدى الربع بل أقل.
الله الحمد لله رب العالمين. خلي الان شغال على بالي ما اجمع الاغراض العده حدود الربع ساعه نص ساعه ونشوف كم يوصل معنا الضغط. طبعا الرجال يغير 10:40 ما شاء الله تبارك الله اكثر من نص ساعه السياره صافي احلى ما يكون. ضغط الزيت باقي متماسك فما يحتاج اي تعديل يعطي خيرها ويكفي شرها. ايضا باخذ في مشوار الان. طبعا السياره لازم تغسل لانه يطلع دخان الان من الشكمان عشان الزيت اللي نزل عليه لازم تغسل ويتغير الزيت ان شاء الله اموره في السليم. او انه يوديها بترومين يسوي لها غسيل او ايا كان محل مركز عنده غسيل للمحرك عن طريق الجهاز عشان يعمل تنظيف وتفتيت للترسبات اللي موجودة في المحرك وبعدها يغير زيته وإن شاء الله أموره في السليم. طبعا الغسيل عن طريق الجهاز عندهم في فلتر ما يسمح برجوع الترسبات للمحرك. طبعا مستحيل برضه يشيل الترسبات الداخلية اللي مشحمة في السرندلات أو في الجدار المحرك ولكن كتنظيف إجرائي. طبعا لاحظت أثناء استخدام السيارة جربها عنده صوت في المروحة حق المكيف زي الحكحك أيام في شيء نازل عليها يا المروحة على وشك خراب. لاحظوا صوت المروحة صوت المروحة في شيء يلامسها أو إنه المروحة الدينامو حقها في مشكلة فقط. الصوت هذا صوت مروحة المكيف. طبعا لاحظوا بعد مشوار والسيارة في وضع عدي مع الشقة ومع المكيف يعني مع كل هذه الضغوطات الآن ما شاء الله تبارك الله يعطي خيرها ويكفي شرها. طبعا ما أقول أنا أفضل ولكن أنا أحسن من حال الأمس اللي كان عليه يعني تحسب بكثير. طبعا غالبا بهذا الأمور يعتبر في الرنج طبيعي في هذا المكان الضغط يعتبر في الرنج طبيعي أهم شيء ما ينزل عن الربع. طبعا الآن مع المكيف خذ السيارة طفي المكيف لاحظ ارتفع شوي فكذا الآن يعتبر في الرنج طبيعي فقط يغير الزيت يسوي تنظيف ان شاء الله اموره في السليم. يعني كان كله مشكلته سببه في ضغط الزيت مرتين يغير حساس وكان مشكلته فلتر حساس ضغط الزيت. لو كان واحد منهم كلف نفسه وطلع الفلتر كان ما كان هذا التعب في المرتين في تغيير الحساس. يعني شو تخيلوا الان فك الثلاجه مرتين عشان يغير الحساس. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.